ممكن يقولوا الأولياء أنه مثلا دخلنا الطفل ولدي مثلا أنه النادي يلعب كرة القدم إلى ما آخره، وراح مثلا يتأثر على الأداء تاع المدرسة، هل صحيح أنه الرياضة تأثر؟ لا بالعكس، بل الرياضة تقوي، تعطي نشاط إيجابي للعقل، لأن الرياضة تساعد في النمو العقلي للتلميذ، وتساعد أيضا في التطور الذاتي والعلمي في الدراسة تاعه. لأن المعلومة هذه يقول لك إني كندخل التلميذ تاعي نقول نادي فريق ولا حاجة، يقول لك إنه راح يضيع على قرايته. لا بالعكس، مش راح يضيع على قرايته، لأنه راح يطور من قدراته العقلية، راح يتمكن في الدراسة تاعه. لأنه شوف الدراسة كي يولي في حالة الدراسة راح تكون عنده ضغوطات وراح تكون عنده ياسر حوي، أما كي بعد الدراسة كي يمارس الرياضة راح كيما قلنا يتنفس راح يطلق هذيك كيما نقولوا ما يكونش مضغوط ويطلق هذيك السلبية، الطاقة السلبية تاعه. هنا راح تساعده أكثر على النمو العقلي تاعه في الدراسة، وراح يكون يتمكن في الدراسة تاعه.